سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. قلوبنا فرحانا، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. شكرا 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 شكرا. مساء الخير. إذن مرحبا 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 بكم أعزائي أحبائي الأطفال والأولياء كذلك، مناسبة السعيدة اللي هي بداية العطلة وعيد الاستقلال كذلك. تحبوا العطلة؟ تحبوا المدرسة؟ تحبوا العطلة والمدرسة؟ برافو برافو برافو. شكرا شكرا. إذن هذا الحفل، هذا الحفل من تنظيم بلدية دال إبراهيم. أعطونا تحية لبلدية دال إبراهيم. شكرا. هذا الحفل برعاية مجمع الشروق، شركة رامي وشركة مهبول، اللي يحيوكم ويقول لكم عطلة سعيدة إن شاء الله. وحنا رانا هنا اليوم باش نفرحوكم، لأنه عمو يزيد حب يروح لكامل الأطفال في ربوع الوطن. إذا البرنامج يتواصل وإن شاء الله ربي يوفقنا باش نوصلوا لكامل الأطفال اللي يحبونا ونحبوهم. واش رأيكم يا أطفال، مدام تكلمنا على العطلة، واش رأيكم نغنوا أغنية تعالي بدلناج؟ شكون اللي يعرفها؟ لا جهد وضع بدل لا جهد وضعنا، لم تكن أيام سهنا، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة، نحن اليوم في عطلة. تفق عليها تفق عليها. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. إذن كامل تغنوا معايا العطلة. يا أخي تحبوا العطلة؟ يلا. جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة، وها نحن اليوم في عطلة. جاءت العطلة جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة.
نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة، نمضي أوقات سعيدة. نلعب ألعابا جميلة ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة، نمضي أوقات سعيدة، نمضي أوقات سعيدة. جاءت العمر جاءت العمر فبها نحن مسرورين، جاءت العمر جاءت العمر وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عمرنا. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا، أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهوا اللعبة. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا، أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهوا اللعبة، لا أمضيه لهوا اللعبة. جاءت العمر جاءت العمر فبها نحن مسرورين، جاءت العمر جاءت العمر وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا وها نحن اليوم في عطلة. شكرا 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 شكرا. جاءت العطلة، وش يقول عمو يزيد؟ أعرف كيف أنظم وقتي لا أمضيه لهو اللعبة، لا أمضيه لا أمضيه لهو اللعبة. برافو، لا أمضيه لهو اللعبة. أحبائي العطلة جميلة، ولكن مليح أنك تطالع، ما تروحش تدير الواجبات ولا في بداية العطلة، ولكن تروح تطالع تقرأ الكتب، تساعد الوالدين توعك. جميل جدا أنك تعرف تنظم الوقت ديالك يا أخي. يا أحبائي، شكون اللي يقدر يقول لي وقتاش اليوم العالمي لحقوق الطفل؟ اليوم العالمي لحقوق الطفل. يلا صديقنا صديقنا، يلا شكون اللي عنده الجواب؟ اليوم العالمي لحقوق الطفل. شوف الشطرة هذه، واسمك بنتي؟ ايوه. وقتاش اليوم العالمي لحقوق الطفل؟ معليش معليش عاودي الجواب. كل لا لا ماشي اول جوان، هذاك عيد الطفولة، ولكن اليوم العالمي لحقوق الطفل. اليوم العالمي لحقوق الطفل. شوف منا فوالا، هاي لك الشاطره، اعطي لها الميكرو، اعطي لها الميكرو، اعطي لها الميكرو، اعطي لها الميكرو. واسمك بنتي؟ مروه. مروه شحال في عمرك مروه؟ 14. 14 يوم؟ 14 سنه. 14 سنه، باين 14 شهر. وقتاش اليوم العالمي لحقوق الطفل؟ 20 نوفمبر. وقتاش؟ 20 نوفمبر. 20 نوفمبر. 20 نوفمبر. حبيت بالسيف يعني انت تجاوب. هو اللي قالها. كيف الشاطر كيما هذا ما تخلوش يجاوب؟ واسمو؟ اعطيلو الميكرو. واسمك؟ 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 زكريا. شحال في عمرك زكريا؟ ست ايام. ست. ست شهور. ست. ست سمانات. ست وشن. ست وشن. سنين سير. الله يبارك. ودروك الهدية لمن؟ ليه ولا ليها؟ خوك هذا. نو نو مدام، انا نبالي خوها. معليش عبالكم في هذه الحاله واش ندير؟ الغي السؤال، الغي السؤال. معليش انا كي واحد يقول لي انا قلتها قبل الاخر، الغي السؤال مباشره، لانه شاك فوا كاين حساسيات. ومعليش كاين سؤال اخر. وقتاش اليوم العالمي للبيئه؟ اليوم العالمي للبيئه وقتاش؟ اليوم العالمي للبيئة. شوف الشاطر هذا، واسمك؟ محمد. محمد شحال في عمرك محمد؟ شحال في عمرك؟ 12 يوم. 12 سنة. الله يبارك. وقتاش اليوم العالمي للبيئة؟ 20 جويلية. لا لا ماشي 10 جويلية. شوف الشاطرة هذه، ها 20 جويلية. لا 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 لا، شوف الشاطرة هذه،
ألغي السؤال، معليش سؤال آخر، سؤال آخر. ها؟ تعرفي سؤال آخر؟ خلاص. وقتاش اليوم العالمي للمعلم؟ وعلى اليوم العالمي قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون كاد المعلم أن يكون رسولا. وقتاش اليوم العالمي للمعلم؟ يلا وقتاش؟ لا لا، هذاك يوم العلم. اليوم العالمي للمعلم وقتاش؟ قولي لي قولي لي، معليش. 5 أكتوبر. راكي سير؟ شو قالها لك؟ أنا عرفتيها وحدك؟ نعم. واو، شحال في عمرك باش عرفتيها وحدك؟ 10 سنين. 10 سنين وشاطرة هكذا. إذن حقيقة اليوم العالمي للمعلم هو يوم 5 أكتوبر. تعالي تعالي، يلا تعالي. مازال 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 الأسئلة، مازال الأسئلة. اليوم العالمي للمعلم، أحبائي احترام المعلم مهم جدا، مهم جدا. قم للمعلم وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا. أحبائي نعطوا الهدية للشاطرة هذه، وين راهي؟ يلا تعالي. واش رايكم؟ يلا باش تلحق الشاطرة هذه، خلوها تجوز، خلوها تجوز. فوالا يلا طلعوها لعمو يزيد. تعالي تعالي تعالي. برافو، شاطرة شاطرة. روحي روحي عند عمو يزيد، رحتي للهدية. إذن الشاطرة هذه قلت لكم اليوم العالمي للمعلم هو يوم 5 أكتوبر. سير سبتيها وحدك؟ نعم. وحدك؟ شحال جبتي المعدل؟ مازال ما رحت باش نشوف. بصح والثلاثي اللي فات؟ ما كاش معدل 9، جبت 8.54. برافو برافو، 8.54، راكي شاطرة بزاف. أعطيه الهدية تاعها، أعطيه الهدية تاعها. إذا بنتي رامي راعي هذا البرنامج، يعطيك هذه الهدية المتواضعة، إن شاء الله تستفادي بها على خطر شاطرة بزاف. تقدري تقعدي معنا، تفضلي قعدي معنا، ديو لها بلاصة لهيك، ديو لها بلاصة. تعالي حبيتو كامل طلعوا، معليش. تعالي ميليسا روحي، تعالي معليش. ميليسا جاتنا من فرنسا، نرحبوا بها. واسمك؟ ميليسا. ميليسا واش تقولي لهم، تحبيهم؟ ايه. تحبيهم بزاف ولا شويه؟ شويه. لا لا. برافو، قعدي معنا ميليسا. تحياتنا لكاع الجاليه، الجاليه الجزائريه في الخارج. واش رايكم نغنوا دركا اغنيه انا نحبها بزاف، قول فيها ساعدني ساعدني محتاج لك، انقذني واعني، كن جنبي وانا جنب لك. برافو، كن جنبي وانا جنب لك. قبل ما نروحوا لساعدني، واش يقولوا؟ اما السائله واما اليتيمه. شكون اللي يقدر يقول لي هذه هذه الايه من اي سوره ورقم الايه؟ لا لا خلاص بنتي، انت جاوبتي. قعدي قعدي، حبيتي هديه واحده اخرى حبيتيهم انا اليوم؟ شكون اللي يعرف واش من آية؟ واش من آية؟ رقم الآية؟ واش من سورة؟ سورة؟ لا 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 لا، قالها السورة، قالها، ولكن واش من سورة؟ لا لا، السورة هذه هي، ولكن رقم الآية. وعلى يلا قبل ما يروحوا لجوجل. لا لا ماشي 10، شحال؟ ماشي 7، يلا ماشي 5، ماشي 5، شحال؟ ماشي 6. خلاص دركا 1 2 3 4، بقاو غير 3 ولا 4 تاع لي بوسيبيليتي. تعالي 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 تعالي، طلعوها طلعوها. تعالي بنتي عونها، روحي بنتي تعالي. واسمك؟ ليليا. ليليا شحال في عمرك؟ 10 سنين. مولف نشوفك في الحفلة تاع عمو يزيد، انت وفية. نعم. ها؟ تحبي عمو يزيد؟ نعم. مام عمو يزيد يحبك. إذا بنتي وش هي الصورة؟
عرفت رقم الآية بصح الصورة ما عرفتهاش. لا لا ولكن هي قالت تسعة قبل منك وانت قلت الصورة قبل منها. قل لكم حاجة، تعالي نهار الخسارة واش يقولوا؟ واش نقطعوا؟ نهار الخسارة واش نقطعوا؟ تعرفوش الأمثال الشعبية؟ نهار الخسارة قطع؟ لا 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 الإنسان يعني نهار تتحتم عليها أنه نهار الخسارة واش يدير؟ يقطع؟ جيبو سورة الضحى رقم الآية 9. تعال تعال طلعوا اروح روح من هيك، تعال خلوه يطلع. معلش اعطيني الهدايا تاعهم، اعطيني الهدايا تاعهم، اعطيني الهدايا تاعهم. وين راه الشاطر؟ تعال. إذن أما السائلة فلا تنهر وأما اليتيمة فلا تقهر. تعال 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 يلا أعطيني الهدايا تاعهم. تعالوا إذن تفضل. إذن رامي ومهبول رعاة هذا البرنامج يعطيكم هذه الهدايا المتواضعة إن شاء الله تستفادوا بها. يلا تفضلوا تفضلوا تفضلوا. شكرا. يلا وش رايكم دركا نغنوا ساعدني 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 محتاج لك انقذني واعني كن جنبي وانا جنب لك. يلا كامل ساعدني ساعدني محتاج لك. يلا ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني أرجوك سراء ضراء في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني أرجوك سراء ضراء في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني شيخ أتعبني حملي ساعدني عليه أوصله لأهلي. إنني شيخ أتعبني حملي ساعدني عليه أوصله لأهلي. ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني أعمى لا أرى طريقي أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. إنني أعمى لا أرى طريقي أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني معاق قاطيع سيري كل يا معينا كم تلقى من خيري. إنني معاق قاطيع سيري كل يا معينا كم
كم تلقى من خير. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وجنب لك. شكرا 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 شكرا. كن جنبي وأنا جنب لك. جيبوا لي هبة. وراي هبة؟ هبة وراي؟ وراي هبة؟ يلا يلا تعالي 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 تعالي، توحشنك. يلا تعالي بنتي، تعالي بنتي، وش راكي؟ اروحي بنتي، قعدي قدام ريتاج. ايوه وش راكي هبة؟ منا منا وش راكي؟ كي مليحة؟ لاباس. كي فرحانة لكي هنا؟ ريتاج واش تقولي لهم؟ تحبيهم؟ تحبيهم بزاف؟ الله يبارك. إذن ديروا لهم بلاصة. فوالا قعدي هنا بنتي. ريتاج قعدي قدامها ثاني. برافو 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 برافو. إذن أحبائي، على بالكم كاين أطفال محتاجين مساعدة، محتاجين رعاية. لازم الإنسان لما يكون بصحته وربي ينعم عليه بنعمة الصحة لازم يحمد الله، ولازم لازم لازم يرد باله ويزور المرضى، ولازم يعتني بالأطفال اللي محتاجين رعاية. كاين أغنية يقول فيها عمو يزيد: لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. برافو برافو. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. برافو برافو. إن أخذت بمحتاج شفقة وليس لك بما تتصدق، واش نديرو؟ فالبسمة في وجهه صدقة. أحبائي بالمرات أما السائلة فلا تنهر. إذا كان جاك إنسان محتاج مساعدة ما تقدرش، ما لازمش تنهرو، ابتسامة تكفي. يا أخي أحبائي، يا أخي هذا وعد. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس. يلا معايا كامل. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة، فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لوجه الله
لله جل علا أتبرع بالصدقات لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. جاتني رسالة نقراها لكم. نحبك يا عمو يزيد. مام عمو يزيد يموت عليك يحبك بنتي. اوكي اذا كاين زوج هنا. اذا زموري ملك قالت لك عمو يزيد اريد المشاركه في البرنامج الذي تنشطه لانه مفيد لنا ويمكننا تعلم اشياء جميله وفي سني هذا مثل هذا البرنامج يغمرني بالامل والحب. تفق عليها تفق عليها تفق عليها ملك الله يبارك. دركا تعزموري دنيا اختها سيرمو. احبك عمو يزيد، انا سعيدة انك هنا وكنت متشوقة لرؤيتك. واو الله يبارك بنتي. مام عمو يزيد كان متشوق باش يجي لهنا. اتمنى ان اقضي وقتا ممتعا معك، انا احبك كثيرا والله يحفظك. الله يحفظك انت تاني بنتي. شكرا. تفق عليها تفق عليها. عمو يزيد يحتفظ بهذه الرسالة هذه باش يعاود يقراها في الحصة. إذا نجاوب برك عليهم. واش راكي بنتي لاباس؟ برية تاني؟ إيه الله يبارك. خلاص نعاود نقراوهم. رسالة إلى عمو يزيد من صالحي داليا وصالحي بوعلام. أنت بوعلام؟ محمد في ثلاثة. وبوعلام نسيتو؟ خوك تاني؟ الله يبارك. قالت لك اقرأها. شكرا. إذن عمو يزيد أقول لك شكرا على برامجك التلفزيونية ومجهودك الكبير، أنا أحبك وأحترمك كثيرا. الله يخليك الله يخليك. شكرا، هذا الشيء شرفني. وكم تمنيت أن أحضر إلى أحد برامجك والحمد لله تحققت الأمنية لي ولإخوتي، وأتمنى لك كامل النجاح والتوفيق بإذن الله تعالى وفي الآخر السلام مع كامل العفو والتقدير. صالحي داليا سنيت وحدها ما سنيتش معلش. داليا بنتي ربي يطول عمرك على هذه الرسالة الجميلة، عمو يزيد يحتفظ بها. وين راهي هذه داليا؟ أروحي بوسيني بنتي. تعالي 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 بنتي. عمو يزيد يموت عليك تاني. أنا درت أغنية تاع النجاح نقول فيها النجاح. تبدأ هكذا؟ تبداش هكذا الأغنية؟ كيفاش تبدأ؟ بدلتو. ما كاينش حافظة. قولي تشوف. بدلتو مجهود وتعبتو وسهرتو ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتو يا كل تعبي نال يا كل تعبي نال. هذه مهدات الكامل اللي نجحوا في الامتحانات ربي يوفقهم. وعمو يزيد في الاغنيه يقول لعقوبه الشهاده اخرى بكالوريا وزيد ليسانس وان شاء الله تاني دكتوره. برافو برافو. ان شاء الله تاني دكتوره. احبائي من زرع ومن جد من زرع ومن جد ومن سار على الدرب. برافو احبائي. طريق النجاح واضح، طريق النجاح واضح، يجب المثابرة. تغنوا كامل معايا. بذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحت ياكل لي تعبي نال. يلا كامل معايا. بذلت مجهود وتعبت وسهرت ليالي طوال، سهرت ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحت اللي يتعبينا. مبروك النجاح عليكم، واه واه يا شاطرين، واه واه يا شاطرين، ورفعتوا ريسا والديكم راهم بيكم فرحانين، راهم بيكم
الحنين. مبروك النجاح عليكم، واه واه يا شاطرين، واه واه يا شاطرين، وارفعتوا ريسان والديكم راهم بيكم فرحانين، راهم بيكم فرحانين. أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، سهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا يا كلية عبي نال، أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، وسهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا يا كلية عبي نال. هقدت واللي عندك قيمة تبني مستقبل حياتك، تبني مستقبل حياتك، ونشوفك ديما في القمة وتكون مفخرة بلادك، وتكون مفخرة بلادك. هكذا تولي عندك قيمة تبني مستقبل حياتك، تبني مستقبل حياتك، ونشوفك ديما في القمة وتكون مفخرة بلادك، وتكون مفخرة بلادك. أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، سهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا يا كلية عبي نال، أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، وسهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا يا كلية عبي نال. نجاحكم هو الأساس، لعبوا بالشهادة أخرى، لعبوا بالشهادة أخرى، باكالوريا وزد ليصاص، وإن شاء الله تاني دكتورة، وإن شاء الله تاني دكتورة. نجاحكم هو الأساس، لعبوا بالشهادة أخرى، لعبوا بالشهادة أخرى، باكالوريا وزد ليصاص، وإن شاء الله تاني دكتورة، وإن شاء الله تاني دكتورة. أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، وسهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا يا كلية عبي نال، أبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال، وسهرتوا ليالي طوال، وفقكم ربي ونجحتوا يا كلية عبي نال، يا كلية عبي نال. وش رايكم نغنوا أغنية جميلة أنا نحبها؟ تعرفوا النوتات الموسيقية؟ تغنوا معايا دوريمي فاسولاسي. يلا دوريمي فاسولاسي. دوريمي فاسولاسي دو معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشد وكم تحلو بها الألحان. دوريمي فاسولاسي دو معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشد وكم تحلو بها الألحان. دوريمي فاسولاسي دو دو سي لا سول فا مي ري دو. تلحن بها الكلمات، فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأصوات. هي سرها الأنغام وتلحن بها الكلمات، فبها نميز كل مقام وكذا طبقات الأصوات. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو. خطوط مرسومة بطول يدعى السلام الموسيقي ويبدأ بمفتاح صال. نكتبها على الورق بخطوط مرسومة بطول يدعى السلام الموسيقي ويبدأ بمفتاح صال. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي
علمها لا تنساها واحفظها، وإن كنت حقا شاطر فهيا معي نرددها، فاذكرها وتعلمها لا تنساها واحفظها، وإن كنت حقا شاطر فهيا معي نرددها. دو ري مي فا صول لا سي دو دو سي لا صول فا مي ري دو، دو ري مي فا صول لا سي دو معروفة عبر الأزمان، فبها نغني نحن ونشد وكم تحلو بها الألحان. تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. أقول بلي هاد المناسبة مليحة كي كي درنا هاد الموسيقى وعلمنا حوايج. نشكر بزاف عمو يزيد اللي جا حتى لهنا ودرنا هاد الحفله هادي بالاغنيه وعلمنا بزاف حوايج. نشكر بزاف عمو يزيد على الحفله اللي قامنا بها، ونتمنى له النجاح في الموسم تاعو. نشكره بزاف على هذه الحفله وهذه الدعوه ونحبه بزاف، ونتمنى له التوفيق في العمل تاعو، ونتمنى يعاودها لنا، ونحب بزاف عمو يزيد. نشكر بزاف عمو يزيد، ونشكر كاع الجمهور اللي جاو هنا، ونحب كاع الجمهور هذا اللي جا، ونموت على عمو يزيد. فيفا عمو يزيد. عمو يزيد حبك. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد، حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية، بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات، كل الحصص، كل الحفلات وأكثر.